صراحة كما نشوفوا باردة برشا، ديجا البلاصة باردة وكلهم الأشياء هذه الصور معناها الموجودة التحف هذه كلها مصنوعة معناها من الثلج وقاعدين يستحفظوا عليها كما تشوفوا بالكيفية هذه. أنا بردت، نحبكم تكملوا تفرجوا على المكان هذا، مكان كما قلت لكم أنا ديجا أنا بردت. مرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس كل، ان شاء الله تكونوا بخير كالعاده. اليوم عندنا جوله مزيانه برشا كيما تشوفوا، اللي يتفرج فيها ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب، تفعيل الجرس مهم برشا باش ديما تشوف الفيديوهات الجديده على اوكرانيا. تابعوني، الفيديو هذا مزيان برشا، فيه برشا حاجات معناها في برشا بلايص نجموا انت تمشي لهم كي تجي لاوكرانيا، وانت نجم تتفرهد تمشي تلعب انت والصغار انت ومرتك، معناها البلاصه هذه معروفه برشا. بعد نعطيكم المعلومات اكثر على المكان هذا، نحبكم تتبعوني لحظه بلحظه، تعيشوا معايا لحظه هذه على خاطر المكان هذا روعه روعه روعه. مرحبا بكم، تابعوني.
اوكرانيا وحبوا اجواء اوكرانيا. تابعونا على القناه، ما تنساوش دعمكم مهم برشا، مهم برشا دعمكم. برشا جو في اوكرانيا اليوم، نهار راحه للناس الكل. حسب ما تعرفوا توما الاجواء هذه هي تكون مختلفه جدا. مرحبا بكم. بالنسبه كما تشوفوا اللي يحب تزحليق يتزحلق، نجم يتزحلق في المكان هذا، مكان روعه جدا، مكان ممتاز كما تشوفوا. اللي يحب يتزحلق مرحبا به. برشا جو اليوم، كريسماس في اوكرانيا. خليكم تتابعوا معايا اكثر في الفيديو باش تكون الصوره، باش تكون الصوره اوضح. باش نمشيو مع بعضنا المكان هذا اللي جيت على خاطره، مكان ورتولي زوجتي، نمشيو له نشوفه. مكان معناه حسب ما فهمت، حسب ما شفت في الفيديوهات، مكان ممتاز جدا صراحة. معناه أنا قعدت لوج عليه وفي الأخر لقيناه الحمد لله يا ربي. هو بلاصة كبيرة برشا كما تشوفوا، مكان كبير. نمشي مع بعضنا نكتشفوا المكان هذا. هو حقيقة مكان خارق العادة، مكان روعة روعة روعة. نمشيو نكتشفوا المكان هذا مع بعضنا. مرحبا بكم كالعادة، دعم للقناة، مشكورين الناس كل على التفاعل متاعكم، ومشكورين على الناس اللي هي دخلت للعائلة على اليوتيوب من الباب الكبير. مرحبا بكم. Thank you.
الحاجات هذه كلها مصنوعة من الثلج كما تشوفوا، باردة باردة على الاخر، المكان هذا بارد بارد. وينك يا عم الحاج؟ كما شفتوا البلاصة هذه باردة برشا، خلينا نمشي نخرج، بردت بصراحة. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. كالعادة الدعم للقناة مهم برشا، رحب بكم ديما، رحب بكم من الفيديوهات من قلب أوكرانيا. نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. بسلامة، باي باي.